فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما حكم غسل الجمعة ومتى يبدأ وقته؟ غسل الجمعة سنة مؤكدة، يبدأ وقته من بداية اليوم، يبدأ وقته من بداية اليوم، يوم الجمعة. نعم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله، فتاوى شرح كتاب العمدة في الفقه للإمام ابن قدامة المقدسي الحنبلي رحمه الله، مرتبة على أبواب فقهية. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة.